دعونا كمان نتعرف على تفاصيل أكتر عن آخر أخبار الرياضة والفرق المصرية من خلال الأستاذ محمد الدردير الناقد الرياضي بوكالة الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. خلينا نبتدي بالأهلي. مباراة النهارده هتكون الساعة 5:30 مع فريق الوصل الإماراتي. عايزين نعرف بوجه عام التشكيل أولا، بعد كده نعرف الحالة النفسية والمعنوية للفريق. يمكن امبارح طبعا النادي الاهلي ادى تدريبه الاخير استعدادا للمباراه المهمه والمرتقبه لجماهير النادي الاهلي كلها، خاصه بعد الخروج الافريقي. هتكون مباراه مهمه جدا، في ملامح التشكيل شويه من التدريب الاخير امبارح. هيكون غالبا محمد الشناوي في حراسه المرمى. الاهلي بيعاني بعد الغيابات خاصه في الناحيه الجبهه اليمنى، يعني هيبقى ايمن اشرف في الشمال وسليف كوليبالي وسعد سمير في الدفاع، وكريم نيدفيد هيلعب الناحيه اليمين خاصه في غياب احمد فتحي ومحمد هاني الاصابه. خط النص برضه في غياب عمرو السوليه للاصابه، هيلعب اللي هيشارك في المباراه غالبا حسام عاشور وهشام محمد. قدامهم اسلام محارب ووليد سليمان، وهيلعب محمد شريف، وقدام وليد ازارو او صلاح محسن. طبعا وليد ازارو انضم للنادي الاهلي في ساعة امس متاخر بعد عودته من السفر، كان عنده مباريات وكمان كان عنده مباراه مع المنتخب بتاعه، مباراه وديه مع تونس. فرجع متاخر امبارح، اعتقد ان مشاركته بدايه المباراه هتكون صعبه النهارده خاصه عشان الاجهاد. يعني هيشارك صلاح محسن بشكل اساسي النهارده ان شاء الله. طيب بالنسبه للحاله النفسيه والمعنويه للفريق، خصوصا بعد اخر خساره وخساره اللقب الافريقي طبعا في المباراه اللي شهدها الاهلي مع الترجي التونسي، وضعهم ايه؟ اكيد نفسيا لاعبين الاهلي متاثرين شويه، بس هم النهارده في تركيز كبير ان هم بدايه مصالحه جماهير النادي الاهلي. لازم لازم يا استاذ محمد يصالحوا جماهيرهم طبعا. يعني بطوله عربيه اصبحت بطوله مهمه خاصه بعد زياده كمان القيمه الماليه لجوائزها. اعتقد ان الفوز بالبطوله العربيه هيكون تعويض كويس لجماهير النادي الاهلي عن خساره اللقب الافريقي. نعم، طيب نروح للزمالك. يعني بالنسبة للزمالك حاليا هو متصدر طبعا ترتيب الدوري مؤقتا، تشكيله هيكون عامل ازاي، وخصوصا ان هو اكيد بيحارب او بيستقتل ان هو يفضل في المركز ده؟ اكيد نادي الزمالك النهارده مباراه مهمه بالنسبه له عشان يستكمل سلسله الانتصارات بتاعته في الفتره الاخيره، يكون مستمر على القمه بعيد عن اقرب منافسيه. طبعا برضه نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت يعني من بعض الغيابات خاصه الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز كانوا معرضوا مع المنتخب وعندهم ايقاف كمان. بالتالي التشكيل هيبقى جنش في حراسه المرمى كالعاده، عبد الله جمعه، محمود علاء، في محمد عبد السلام هيشارك في الدفاع لتعويض غياب محمود حمدي الونش، وحازم في اليمين، في خط النص طارق حامد ومحمود عبد العزيز، في الامام كهربا واوباما وابراهيم حسن، وعمر سعيد هيبقى المهاجم اللي بنادي الزمالك النهارده ان شاء الله. تتوقع اي مباراه النهارده للزمالك؟ يعني على الرغم من الفرق الكبير في المراكز الداخليه والزمالك، ولكن اعتقد ان الغيابات هتدي فرصه للداخليه انه يؤدي بشكل قوي ويحاول تحقيق نتيجه ايجابيه امام نادي الزمالك، ولكن اكيد هم محتاجين النقط دي طبعا من الفوز. طب بالنسبه للاسماعيلي يا استاذ محمد دلوقتي، طبعا بعد هزيمه امبارح طبعا الدنيا كلها قامت ضده، هل ده يكون سبب انه يقال المدير الفني فييرا؟ يمكن برضه نتائج النادي الاسماعيلي في الفترة الأخيرة مش على المستوى المطلوب، حتى جماهيره زعلانة جدا من المستوى في الفترة الأخيرة ونتائج سيئة أكثر من خسارة متتالية. يمكن احنا شفنا إدارة النادي امبارح تمسك باستمرار فييرا، يمكن هو عنده وجهة نظر إن هو بيبني فريق للموسم الجاي. أعتقد إن جماهير الاسماعيلي صعبة تتقبل فكرة إن مدير فني لسه بيبني فرقة والفرقة بتخسر في المستوى النادي. إيه سبب الخسارة دي يا أستاذ محمد؟ التراجع ده للاسماعيلي؟ يمكن فنيا في بعض المشاكل في نادي الاسماعيلي، و يعني على المستوى الفني يعني من اللاعبين، اعتقد ان الجهاز الفني لازم يغير طريقه لعب النادي الاسماعيلي، يكون في حوافز اكبر ودوافع للعيبه، خاصه ان النادي الاسماعيلي معروف نادي كبير وبيمتعنا طول عمره بالكره الجميله، وطبعا جماهيره غير راضيه تماما عن الاداء والنتائج في الفتره الاخيره. طب وبالنسبه للصفقات اللي اتكلم عنها؟ طبعا انا قلت لحضرتك هو محتاج بعض التدعيمات والصفقات، خاصه في بعض قصور في بعض المراكز في النادي الاسماعيلي. من المهم جدا ان احنا النادي الاسماعيلي يتعاقد مع اكثر من صفقه في يناير اللي جاي عشان يقدر يكمل في الدوري ويطلع على الاقل يبقى في المربع الذهبي في نهايه الموسم. اكيد الاهلي كمان محتاج صفقات يا استاذ محمد.
أكيد طبعا النادي الأهلي محتاج بعض الصفقات، يمكن ده واضح في المباراة الأخيرة في النهائي الأفريقي، شفنا بعد غياب ضعف في بعض خط اللعيبة الوسط بالذات. في طبعا نعم عايزين مهاجم قوي يكون إلى جانب وليد أزارو، عايزين باك يمين، احنا شفنا الاثنين مصابين، في أزمة في النادي الأهلي، في أزمة في الظهير الأيسر لما بيغيب علي معلول بنواجه أيمن أشرف بيأدي، ولكن نعم برضه لازم يكون في أكثر من بديل لكل اللعيبة. بنتمنى. بشكرك جدا أستاذ محمد الدردير الناقد الرياضي بوكالة الشرق الأوسط، كنت معنا هاتفيا.